أصدرت المحكمة الابتدائية في مراكش في 21 يونيو الجاري حكماً استعجالياً ضد مدرسة فيكتور هيكو التابعة للبعثة الفرنسية بسبب منعها تلميذة من ولوج المدرسة بسبب ارتدائها الحجاب، وأمرت المحكمة المدرسة الفرنسية بالسماح بولوج التلميذة للمدرسة بحجابها، وفرضت عليها أداء غرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذا القرار. واعتبرت المحكمة أن ارتداء التلميذة للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين، هذا فضلاً عن أن منع التلميذة من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقاً لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها لها جميع المواثيق الدولية، والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان حتى لا يتم حرمان التلميذة من أهم حقوقها الكونية والدستورية إلا وهو حق التمدرس. وبذلك اعتبرت المحكمة قرار منع التلميذة من طرف مدرسة البعثة الفرنسية غير مشروع ومخالف للمقتضيات الدستورية والقانونية، وهو ما جعل قاضي المستعجلات مختصا للبت في الطلب، معتبرا أن واقعة المنع مما يرتب عليها من فوات بعض الدروس يشكل خطرا محدقا بالحق في التعليم المكفول للتلميذة، وهو ما يجعل عنصر الاستعجال قائما في النازلة ومبررا لتدخل المحكمة من أجل أمر المدرسة بالسماح للتلميذة بالولوج للمؤسسة التعليمية بحجابها. ورأى المراقبون أن الحكم شكل ضربة لسياسة التعصب التي تنهجها المدرسة الفرنسية. الحكم أصدره قاضي الأمور المستعجلة عبد السلام جوهر نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش في قضية مثيرة للجدل في بلد ينص دستوره على المرجعية الإسلامية وإمارة المؤمنين، وتعود وقائع القضية إلى 10 يونيو 2024 حيث طردت المدرسة التلميذة آية بسبب لباسها الحجاب، فلجأت أمها إلى رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة. وجاء في الدعوى التي وضعت أمام المحكمة في 13 يونيو 2024 أن ابنتها القاصر آية تدرس بالمؤسسة المدعى عليها، وأنها تلبس الحجاب كلباس رسمي وأصلي لها تبعا لقناعتها الشخصية والالتزامها الديني، وأنه تم منعها من ولوج المؤسسة التعليمية بتاريخ 10 يونيو 2024 وتم إرسال إخبار إليها من طرف المؤسسة مفاده بأن ابنتها القاصر قد تغيبت عن الحضور وتم إخراجها لارتدائها لباس غير لائق بالمؤسسة.